قائما الى ساعة القرآن وقارئ صوته كما الكروان، وعظه من الاسماء نبي هو سليمان. فضيلة الشيخ سليمان السيد سليمان يتلو علينا من آيات القرآن، نسأل الله تعالى له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا تقواك واصرفنا عن كل شيء سواك. يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأحسن ختامنا وخواتيمنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا لما تيسر من خواتيم سورة آل عمران وصدر وفواتح سورة النساء. تلا علينا جميل الوقف والابتداء فضيلة الشيخ سليمان السيد سليمان. أيها السادة، بسم الحاج السيد عبد الدايم والحاج حمدي عبد الدايم وباسم الأستاذ محمد محروس يونس والشيخ عبد الله محروس يونس، أشكر لكم جميعا لكل من شرف من أهل القرآن وأهل الدعوة وفرسان الكلمة، وأشكر لفراشة وإنارة حاج رشاد أبو جاموس وإذاعة محمد عبد الوهاب الشرقية، وإلى حمودة عبد السلام مقدم الضيافة، وإلى مخرجنا ناصر صلاح. يتوقف إرسالنا الآن على أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. لكم تحياتي، مصطفى عبد الوهاب.